أهلا بكم إلى هذه الجولة من أهم وآخر الأنباء من الجزيرة مباشر مصر، ونذكر بأننا كنا نبث على الهواء مباشرة كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من دمشق، والذي تحدث فيه عن صفقة تبادل الأسرى والإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط ضمن صفقة تمت بوساطة مصرية. خالد مشعل حيا في كلمته كتائب القسام وفصائل المقاومة التي نجحت في القبض على شليط، وذكر بأنه يعني كان يتمنى أن يتم الإفراج عن بقية 3000 أسير. وللتحليل والمزيد من تفاصيل حول هذا الخبر وهذه الكلمة لخالد مشعل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. أهلا بك سيد أشرف، لعلك تابعت الكلمة، ما الذي قرأته من خلال ما ألقاه خالد مشعل؟ يعني هو بالتأكيد السعادة كانت ظاهرة على نظرة السيد خالد مشعل لهذا الإنجاز العظيم الذي تحقق ربما بعد 5 سنوات عجاف دفع الفلسطينيون فيها ثمنا ضائعا لهذه الصفقة. يعني كان كل يوم يمر قبل إنجاز هذه الصفقة يكبد الفلسطينيون كفاءات كبيرة. يعني نحن نتذكر وكما قال هو في الايام الاولى العمليه الوهم المتبدد عندما قامت اسرائيل بعمليه الصيف الحار او يعني ما شابه ذلك التي اعقبت العمليه استشهدت قرابه 500 شخص، ثم كانت عمليه الرصاص المطلوب، وايضا كان من اسبابها استمرار وجود شليط في ايدي الفلسطينيين وراينا الاف الشهداء والمصابين. إذا فإن من حق الرجل أن يسعى اليوم لإتمام هذه الصفقة. نعم جميل. ويعني هذه الصفقة هو ذكر بأنها يعني أشار إلى أنها أيضا يعني وتناولت جميع وسائل الأنباء أنها تمت بوساطة مصرية، يعني ما الذي يعني تسرب حتى الآن عن تفاصيل تلك الوساطة؟ يا سيدي كان هناك وسيط ألماني دخل البعض الوقت، ولكن هذا الوسيط الألماني اكتشفت حماس منذ أشهر عديدة أنه ينقل فقط ما هو في مصلحة إسرائيل، فطلبت استبعاده واستبعد الوسيط الألماني واقتصرت الوساطة على الجانب المصري. وكانت هناك مفاوضات مكثفة منذ 3 أشهر تعقد داخل مقر المخابرات العامة في غرفتين متجاورتين، غرفة بها الوفد الإسرائيلي وغرفة بها الوفد الرباعي الفلسطيني الذي كان يقوده في احيان كثيره. نعم. السيد ابو محمد الجعبري القائد العام لكتائب القسام. ولكن كان هناك اتفاق بين مصر واسرائيل وحماس على الا يتم تسريب اي شيء حول هذه العمليه التي تمت بسريه تامه. نعم بالفعل هي يعني تمت بسريه تامه، والدليل ان يعني ان وسائل الاعلام لم تكن تتناقل شيئا من تفاصيل تلك المفاوضات ويعني تفاصيل الجهود المصريه التي كانت تسعى حثيثه لاتمام هذه الصفقه. يعني كيف تفسر اهتمام الجانب المصري والوسيط المصري بهذه القضية ويعني السعي فيها بالتوازي مع الأمور الداخلية المصرية، كيف تقرأ هذه المعادلة؟ يعني القصة بسيطة جدا، يعني لو نظرت إلى تأكيد اتخاذ المخابرات العامة المصرية ستجد فيه إدارات متخصصة، وإحدى هذه الإدارات هي إدارة فلسطين أو ما يسمى بالوفد الأمني الذي كان مهمته الوساطة بين فتح وحماس والوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وبالتالي هؤلاء الأشخاص يعني وهو فريق متكامل من الشخصيات ذات الخبرة الكبيرة في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، بينهم يعني دبلوماسيين ورجال أعمال ورجال أمن عملوا في إسرائيل وفي غزة وفي الضفة ربما لأكثر من 25 عاما. نعم. كانوا يعملون بدأب وكانوا يعملون في تخصصهم. نعم. ولم يكن لديهم أي ملف في الدنيا غير هذا الملف. نعم. وبالتالي يعني عندما
عندما كانت الأحداث في مصر يعني ساخنة على الوضع الداخلي، بالنسبة للوضع الداخلي لم يكن هذا شأنهم، كان لهم شأن آخر هو إتمام نعم صفقة تبادل الأسرى نعم التي شكرا بذلوا فيها مجهودات هائلة على مدى 5 سنوات، وعندما تم طرد أو تم إبعاد الوفيق الألماني وصلوا هم مهمتهم بكل حماس حتى نعم توصلوا إلى الاستطاعة. شكرا جزيلا لك أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا السيد عبد القادر ياسين، وهو كاتب ومؤرخ فلسطيني. سيد عبد القادر، يعني كيف قرأتم هذا الإنجاز الذي تحدث عنه السيد خالد مشعل، إنجاز الوسيط المصري في إتمام هذه الصفقة؟ يبدو أن مصر ما زالت تحتفظ بالكثير من يعني موقعها الريادي في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعلاقتها مع الجانب الإسرائيلي أيضا. لا كان لهذه الصفقة أن تتم لولا إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو الذي كان وعد على الملأ بأن يرعى الأسير جنعات شرميط وكأنه ابنه. لقد نسي حوالي 10,000 أسير فلسطيني، وظل يذكرنا باسم جنعات شرميط حتى حفظناه عن ظهر قلب. الآن الأمر تغير، أطيح برأس ما الذي تغير النظام تحديدا المصري، سيد عبد القادر؟ أطيح برأس النظام المصري، ويعني أخذنا خطوة لقدام بالنسبة للمواقف الوطنية. لا يستطيع أي حاكم عربي أن يجاهر بما كان يجاهر به مبارك، وأعتقد بأن هذه الخطوة تحسب لحماس بالدرجة الأولى وللحركة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وللجهات التي ذكرها أخي الأستاذ خالد مشعل، سوريا وقطر ومصر وحزب الله نفسه هو وتركيا أيضا وألمانيا. نعم، يعني السيد عبد القادر ذكر أنه تم استبعاد الجانب الألماني من هذه المفاوضات في وقت سابق، وربما هذه العملية تمت يعني في وقت وجيز، ربما في ال3 أشهر الأخيرة التي تركزت حولها هذه المباحثات. كيف تقرأ هذا الإنجاز الذي تم في ربما في هذه الفترة الوجيزة؟ الوسيط الألماني نفذ صبره بسبب مماطلة الإسرائيليين، والإسرائيليين كانوا يعتمدون على كنزهم الاستراتيجي بين قوسين حسني مبارك. أذكر في هذا الصدد أن وزير الخارجية التركي أغلو مر بالقاهرة بعد هجمة الرصاص المطبوب على قطاع غزة بأيام، فقال له وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيب إن لإسرائيل طلبات من حماس هي التالية، ذكر له 10 طلبات. مرة أغلو من القاهرة بتل أبيب فلم تذكر له تسيبي لجني إلا 7 طلبات. يعني كان مبارك ووزير خارجيته أكثر إسرائيلية من الإسرائيليين أنفسهم، لذلك ما كان لهذه الصفقة أن تتم بوجود مبارك وأبو الغيب. نعم، يعني كيف تقرأ أيضا يعني هذا الإنجاز في ظل يعني هذه الثورة التي ما زالت تعيشها مصر؟ يعني الأمر أو الوضع الداخلي في مصر ما زال متأزما، وتم إنجاز هكذا أمر يعني شأن دولي بالتوازي مع ما يجري في مصر، كيف قرأتم ذلك؟ يعني بالتأكيد الدول ليست كالأمريكي الذي إما أن يلعب تنس أو يمضغ علكة، لا، الدول يعني فيها مؤسسات وكل مؤسسة يعني تهتم بشأن أو عدة شؤون، وهذا يعني أن ليست كل المؤسسات الفلسطينية المصرية منغمسة في الشأن المصري الشائك والمعقد والذي لا يبشر بخير. نعم. على كل حال يحمد للمخابرات المصرية هذا الدور الذي لعبته، وعلينا ألا ننسى أن عمر سليمان
الرئيس السابق للمخابرات المصرية هو الذي خدر قيادة حماس عشية الرصاص المصبوغ، وأكد لهم بأن إسرائيل لن تهاجم قطاع غزة، فاسترخوا وعملوا استعراض للشرطة، مات فورا أكثر من 200 واحد استشهدوا بفعل التضليل لمرته عمر سليمان. ولا ننسى أحمد أبو الغيث لما أقال تيبي لجني من عطرتها قلبه عليها. نعم، شكرا جزيلا لك عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ الفلسطيني على هذه الإفادة، شكرا جزيلا. يضم إلينا أيضا عبر الهاتف من القاهرة اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية. سعادة اللواء، يعني ما هي، يعني سؤال فني ربما، ما هي الضمانات أو الآلية التي يعني سارت بها المخابرات المصرية في هذه المفاوضات حتى تم إنجاز هذا الأمر، هذه الصفقة؟ يعني أعتقد أن الاتصالات حول هذه الصفقة سبق لها عدة سنوات منذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، وهناك اتصالات ومفاوضات. المشكلة أن كانت تجري كل هذه المفاوضات طبقا لمطالب من كلا الطرفين، كل يحاول أن يرفع من سقف مطالبه ثم يتراجع في اللحظة الأخيرة، ثم تحدث أحداث تعطل الصفقة بكاملها. لا شك أن المخابرات المصرية لعبت دورا كبيرا وبذلت مجهودا كبيرا خلال فترة معينة، لكن ما أريد أن أتحدث عنه بالتحديد أن هناك اتصالات بتجري وقنوات اتصال ما بين حماس وما بين إسرائيل في هذا الشأن، ربما مع وساطة مصرية أو حتى بدون وساطة مصرية لدى حماس الكثير من الشخصيات القادرة على التحرك وعلى سعادة اللواء. أود سؤالك هنا أين كانت المشكلة طوال تلك الفترة 5 سنوات؟ كانت هناك العديد من المحاولات والوساطات، هل المشكلة كانت في الشخوص وفي الأسماء؟ يعني ذكر منذ قليل الكاتب والمؤرخ الفلسطيني السيد عبد القادر ياسين بأن هناك بعض الأسماء التي أشار إليها ربما هي من كانت تعطل تلك المحاولة، ما الذي جرى الآن؟ يعني هل كانت المشكلة في الشخوص تحديدا؟ لا لا لا، أنا سمعت للسيد عبد القادر ياسين وأنا أختلف معه تماما، المشكلة لم تكن في شخوص في نظام سابق في شخصيات سابقة. إذن أين كانت المشكلة في تقديرك؟ المشكلة كانت أن هناك مطالب محددة لحماس لا تقبل التنازل عنها. مثل ماذا؟ لأنها تصر على الإفراج عن أسماء معينة وبعينها وأعداد معينة بعينها. الجانب الإسرائيلي كان يرفض هذه المطالب. تقصد أنه تم التجاوز عن بعض الأسماء التي كانت تطالب بالإفراج عنها حماس، ويعني تم التنازل أيضا عن ربما حجم العدد الذي سيفرج عنه؟ بالقطع، يعني هذا ما أريد أن أصل لي، أن هناك مطالب محددة حماس أصرت عليها وهذا يحمد لها أنها ظلت مصرة على مطالبها طوال كل هذه الفترة رغم كل ما حدث من أحداث خلال هذه المدة. وهناك كان سلف إسرائيلي، إسرائيل في النهاية اقتنعت أنها لابد أن تلبي المطالب الرئيسية لحماس حتى يمكن الإفراج عن الجندي الأسير. لا نحمل الأشياء أكثر مما تحتمل، لأنه مصر أيا كان النظام القائم في مصر، مصر لا تسعى بشكل من الأشكال إلى تعطيل مثل هذه الصفقات أو الإفراج عن أسرى إسرائيليين بشكل أو بآخر. لا يجب أن نخلط الأوراق، يعني ليست هذه فرصة لخلط الأوراق أو لتصفية حسابات معينة. على كل هي آراء وتحليلات تتفاوت. أود سؤالك عن يعني الآن شاليط ما زال لم يتم الإفراج عنه، ما زالت العملية لم تتم، ستتم خلال أيام كما تم ذكر ذلك في وسائل الأنباء والإعلام. يعني هل من آلية تم ذكرها أو هل تتوقع أن يتم نقل شليط عبر الأراضي المصرية إلى إسرائيل؟ كيف بتقديرك ستتم هذه العملية؟ يعني أنا أعتقد قد تختار مصر لنقل شريط ثم تسليمه لإسرائيل، هذا مطروح، وقد يتم نقله بطريقة أخرى وبوسيلة أخرى من عبر الحدود ما بين غزة وإسرائيل في رقابة دولية في الرباعية تتدخل وتدير عملية التسليم والتسلم. هل سيفرج عن الأسرى الفلسطينيين أولا ثم يفرج عن شريط؟ متى يفرج عنه؟ كل هذه التفصيلات أنا أعتقد أن من يديرون العملية وهم
غير ظاهرين على السطح الآن. لديهم كل هذه التفصيلات، ليس المشكلة أن يتم تسليمه عبر مصر أو غير مصر. هناك حدود وبوابات ومعابر ما بين قطاع غزة وبين إسرائيل، هناك اتصالات ما بين حماس وبين إسرائيل بشخصيات عديدة معروفة، لا داعي لذكر أسماء لأنها معروفة كلها. يعني الأمر يجب أن نضعه في حجمه، أن حماس الحقيقة أصرت على موقفها ونجحت في النهاية لأن تفرض موقفها وتفرض طلباتها على الجانب الإسرائيلي. هذا هو الشيء المهم. الفلسطينيون يأخذون الأمر بيدهم، وهذا هو أيضا الأمر المهم. عليهم أن يدركوا أن قضيتهم هي بيدهم، عليهم أن يأخذوا قضيتهم بيدهم ويدروها بأنفسهم، والأطراف الأخرى ما هي إلا أطراف معاونة. هذا هو المهم، ولا نحمل أطراف أخرى أيا كانت. يعني كان ممكن أن نقول مثلا أن سوريا كانت تعطل الاتفاق مثلا بالضغط على حماس بشكل أو بآخر، ممكن أن نقول أطراف، ممكن أن نقول إيران في لحظات معينة قيل أن إيران هي التي تعيق إتمام هذه الصفقة. الأمر المهم أن الإخوة الفلسطينيين أمرهم بيدهم، وأنا أحيي الحماس أنها أصرت على موقفها وأنها وصلت إلى هذا الاتفاق الجيد بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للأسرى الفلسطينيين الذين طال حبسهم في السجون الإسرائيلية. سؤال أخير سيد سعادة اللواء، يعني أود سؤالك عن سؤال ربما هو يعني فني أيضا. الآن تم الكشف عن الخبر وتم الإعلان عن تقريبا نجاح هذه الصفقة وما إلى ذلك، يعني هل تسربت بعض الأنباء عن يعني كيفية يعني هذه العملية، عن سير هذه العملية؟ هل تمت بشكل مباشر؟ يعني كيف تمت هذه المفاوضات؟ الجميع الآن، جميع المشاهدين يتساءلون عن هذا الأمر، كيف تمت هذه العملية يعني التي شغلت الآن جميع وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم؟ أنا أعتقد أن كلا الطرفين حريص على ألا يكشف عن هذه التفاصيل، سواء الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي، كلاهما حريص على ألا يكشف عن هذه التفاصيل. هل كان هناك طرف ثالث؟ من هو الطرف الثالث؟ هل هي مصر؟ هل هي الرباعية؟ هل هي طرف آخر؟ الخبر كان واضحا أن الصفقة تمت بوساطة مصرية، على كل ربما الأيام كفيلة بكشف بعض على الأقل من هذه التفاصيل. كلا الطرفين حريصين على عدم الكشف الآن عن من كان هو الطرف الثالث في هذه الصفقة. نعم، شكرا جزيلا اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة معلقا على خبر إتمام صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ضمن صفقة للإفراج أيضا عن 1027 أسيرا، والصفقة تمت بوساطة مصرية. شكرا جزيلا، ونواصل فقرات هذه الجولة الإخبارية، حيث يعقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤتمرا صحفيا غدا للتعليق على أحداث مسبيرو التي جرت أمس الأول، ولشرح ملابسات وتفاصيل تلك الأحداث. نفى الدكتور عصام الشرف رئيس مجلس الوزراء أن تكون حكومته قد تقدمت باستقالتها للمجلس العسكري وفق تصريحات نسبت إليه في وقت سابق. وقال شرف إن الحكومة تضع استقالتها في مثل هذه الظروف الراهنة تحت إمرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه قال وزير المالية دكتور حازم الببلاوي إن المجلس العسكري رفض استقالته التي تقدم بها، وأكد الببلاوي أن استقالته جاءت كرد فعل على أحداث مسبيرو وليس بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وكان المشير محمد حسين طنطاوي قد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل الدكتور حازم الببلاوي في مكتبه مساء اليوم، حيث تمت مناقشة أسباب تقدمه باستقالته التي سلمها اليوم إلى رئيس الحكومة. دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه حول أحداث مسبيرو. وأعرب المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل عن الشعور بالأسف لسقوط قتلى ومصابين خلال ما وصفه بمحاولتهم ممارسة حقهم في حرية التظاهر السلمي والتعبير، ودعا المتحدث السلطات إلى ضمان حماية الجميع عند الممارسة المستحقة لهذه الحريات. جاء ذلك فيما قررت النيابة العسكرية حبس 28 متهما من المسلمين والأقباط في أحداث مسبيرو أمس الأول لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات. وأشار مصدر مسؤول إلى أن مباشرة القضاء العسكري للتحقيقات مع المتهمين المدنيين في تلك الأحداث يعد اختصاصا أصيلا في ضوء ما شهدته هذه الأحداث من تعديات.
مشيرا إلى أن المتهمين شاركوا في أعمال تخريب واعتداء على أفراد من القوات المسلحة وإحراق ممتلكات تخص الجيش المصري. من جانبه أعلن اتحاد شباب مسبيرو أنه سيعقد اجتماعا لبحث تداعيات أحداث مسبيرو، وكانت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة قد أدت إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وقال الاتحاد إن الاجتماع سيعقد عقب انتهاء صوم الأيام الثلاثة التي كان المجمع المقدس قد دعا إليه جموع الأقباط في الداخل والخارج. جدير بالذكر أن اتحاد شباب مسبيرو هو الذي كان قد دعا إلى مظاهرات الأقباط أول أمس الأحد في القاهرة. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد دعا لاجتماع طارئ اليوم بحث خلاله الأحداث التي وقعت الأحد الماضي أمام مبنى مسبيرو. وقد أدان المجلس في بيان أصدره في ختام الاجتماع استخدام العنف المفرط في مواجهة متظاهرين سلميين، كما أكد رفضه لأي إساءة أو عنف تجاه القوات المسلحة. وطالب المجلس بإجراء تحقيق فوري من خلال تشكيل لجنة مدنية مستقلة لتقصي الحقائق ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الأحداث. هذا وقد أدان المجلس أيضا المعالجة التحريضية التي مارستها بعض القنوات التلفزيونية، وطالب أجهزة الإعلام بأن تتصدر رسالتها المصداقية درءا للفتن وبناء للثقة بين الإعلام والشعب المصري. وفي ذات السياق، تقدم رئيس مؤسسة الهلال للحريات المحامي سيد فتحي ببلاغ اليوم للنائب العام ضد أسامة هيكل وزير الإعلام، يتهمه فيه بالإثارة والتضليل والتحريض على الأقباط في أحداث مسبيرو، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة اليوم السابع. وتضمن البلاغ أنه أثناء الاشتباكات فقد قام تلفزيون المصري وإذاعة راديو مصر برئاسة أسامة هيكل ببث دعاية مثيرة تحض على كراهية هذه الطائفة من المواطنين وتحرض آخرين على الخروج للاعتداء عليهم بزعم كاذب، وهو أن المتظاهرين يهاجمون القوات المسلحة المصرية وأن الخروج لضرب أبناء هذه الطائفة هو دفاع عن الجيش المصري. دشن نشطاء حملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك لمقاطعة التلفزيون المصري نتيجة لما اعتبروه تحريضا من قبل التلفزيون ونشرا للشائعات التي ساهمت في تأجيج الفتنة وتفاقم أحداث مسبيرو المؤسفة أول من أمس. كما طالبوا بإقالة وزير الإعلام أسامة هيكل وإلغاء الوزارة، معتبرين أن هيكل يعيد إنتاج سياسات صفوة الشريف وأنس الفقي الإعلامية، حيث قوبل تصريحاته بموجة من الانتقادات حين خرج ليصف الشائعات الكاذبة التي صدرت من التلفزيون الرسمي عن إطلاق المتظاهرين النار على ضباط وجنود الجيش بأنه انفعال مذيعين. ومن جانبه، رفض وزير الإعلام أسامة هيكل اتهام التلفزيون المصري بالتحريض على الأحداث التي شهدتها منطقة مسبيرو وتغطيته لتلك الأحداث، وصفا تلك الاتهامات بأنها باطلة ويقصد بها الإساءة إلى التلفزيون المصري. وقال هيكل إنه تم تشكيل لجنة إعلامية محايدة من الخبراء من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتقييم التغطية الإعلامية في تلك الأحداث، مشيرا إلى أنه إذا ثبت من تقييم اللجنة أن هناك أخطاء وقعت خلال التغطية فإنه لن يتردد في تقديم الاعتذار للجميع. جاء ذلك فيما اتهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل المجلس العسكري بالفشل في حل العديد من المشكلات الخاصة بالأمن القومي، وقال إن المجلس يعتمد على نفس أساليب النظام القديم في إدارته للأزمات، وذلك على حد قوله. وأبدى ماهر استغرابه من عدم تفعيل قانون دور العبادة الموحد حتى الآن، وطالب بضرورة الإسراع بنقل السلطة للمدنيين في أسرع وقت، محذرا من استغلال المجلس العسكري لأي أحداث بهدف تأخير نقل السلطة إلى المدنيين. ودعا ماهر جميع الأطراف للهدوء والتفكير الجاد في الخروج مما وصفه بالمأزق الحالي. قررت محكمة الطعون العسكرية اليوم قبول الطعن المقدم من مايكل نبيل الذي يقضي عقوبة بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة للقوات المسلحة، وذلك عبر مدونته على شبكة الإنترنت. ووفقا لقرار المحكمة، فقد تقرر إعادة محاكمة نبيل أمام دائرة جديدة. قال وزير القوى العاملة والهجرة دكتور أحمد حسن البرعي إنه تلقى طلبا من الجانب الليبي بالتخصصات المطلوبة من العمالة المصرية والتي من المقرر أن تشارك في عملية إعادة الإعمار.
وأشار البرعي إلى أن الوزارة اختارت أكثر من 10,000 عامل من العمالة العائدة من ليبيا والمسجلة لديها، حيث سيتم اختيارهم بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركزا للتدريب المهني موزعة على العديد من المحافظات. نهاية هذه الجولة من أهم وآخر الأنباء، وللمزيد منها زوروا دوما موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت وصفحة الجزيرة مباشر مصر على الفيسبوك وعلى يوتيوب أيضا، كما يمكنكم مشاهدة البث الحي للقناة على ذات الموقع. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.